تزايدت الاحتجاجات في مختلف المدن والمناطق اليمنية، فلا يمر يوم إلا وتجد احتجاجات ومظاهرات في مختلف شوارع وأحياء العاصمة صنعاء. كان آخرها احتجاج أهالي الصافية أمام القضاء العسكري مطالبين بإطلاق سراح مدير عام المؤسسة الاقتصادية فرع إب، الذين اعتبروا سجنه مخالفا للقانون حسب إفادتهم. النيابة والمحكمة يتلاعبون بقرارة المحكمة، ونحن في كثير من الجلسات وهناك أكثر من 15 جلسة المحكمة تطالب النيابة والمؤسسة بتقديم الدليل والإثباتات على أنه مختلس كما يدعون. المحتجون طلبوا في القضاء العسكري سرعة الفصل في القضية، خصوصا أنه قد صدرت أحكاما قضائية سابقة في شأن مديونية المؤسسة لدى عملائها. مطالبنا العدالة، العدالة يحكموا عليه، يحكموا عليه، يدينوا أو يخرجوا. الآن نطالب يعني الإفراج الفوري للشخص، ويعني وإرساء العدالة. أهالي السجين أكدوا مضيهم في التحرك السلمي للمطالبة بالإفراج عن السجين، محملين أجهزة العدالة المسؤولية في حال التلاعب بالقضية، معتبرين ذلك إجحافا في حق المظلومين. لا جديد في حياة المواطن اليمني سوى احتجاجات هنا وهناك، الأمر الذي زاد من معاناة الناس في مختلف أرجاء البلاد. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.